السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي يلقاكم على خير وبخير وفرحانين وناشطين. شوفوا نقول لكم والله العظيم راه كلامكم كيوصل للقلب وكيحرك فيا واحد الحركات زوينين 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 زوينين. الله يخطيكم عليا، شكرا لكم بزاف لي كومونتير ديالكم، محبتكم وديك المحبه اللي صادقه اللي كتوصل للقلب نيشان. الله يخطيكم عليا. هادشي علاش كنت غادي نشارك مع الحبيبات ديالي والكبيدات ديالي والعمير ديالي الفنات اللي متبعيني والناس الحنانين الغزالات، غادي نشارك معكم الفيديوهات اللي انا الصراحه كنحس براسي الحمد لله يا ربي فرحانه بزاف. كما كتشوفوا معايا جيت لاكادير، اكادير المدينه اللي غزاله اللي كلشي تيحمق عليها، مدينه اللي واعره 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 بزاف بزاف بزاف. صافي هي بعيده 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 على مكناس، ولكن زوينه تستاهل، واكبر دليل على ان الدنيا عامره حتى لهنا. عاتي راه شحال من اوطيل نوها ريزرفات وعاودات وفي الاخر كيتانيولا حيت الدنيا بصح عامره، كلشي تبارك الله، كلشي تبارك الله مسافر، كلشي تبارك الله مفاجي. ففي الاخر لقات هاد لوطيل اللي واعر بزاف، الله يرضي عليها نوها فريمون. شوف بصح مشيت لوطيلات ولكن عمرني ما جيت اوطيل بحال هكا يا الصراحه. الله الله يرضي على بنتي، الله يرضي عليها، دائما دائما ما كتخسر فيا حتى شي حاجه والله. عاد بقيت كنقولها، وحنا الصراحه جينا لاكادير كما كيقولوا حج وحاجه، حنا معروضين للعرس نتاع خال مصطفى الله يكمل عليه بالخير والله يسخر له يا ربي، معروضين للعرس. واخا زعما في الاخر بقيت كنقول نوها عفاك زعما يا كاين هي بلاش قالت لك والو والو. راكم عارفين عائله مصطفى تبارك الله شحال مصوابين وشحال ناس الكبرانيه، ما يمكنش زعما يا كاين نجي للمناسبه ديالهم وما نجيش شي. ونوها قالت لك ضروري ضروري عافاك ماما، قلت لهم صافي زعما كي نمشي انا للدار عندهم ما نجيش زعما ما زدتكمش، حيت بصح لوطير غالي تفاجات بالثمن ديالو. فمسكينه الله يرضى عليها قالت لي لا انت يا ماما الاولانيه انت، عتي راه بصح والله العظيم الا الله يرضى عليها. وصافي هادشي اللي نقول ما كاينش اكثر من الرضا اللي راضيه على وليداتي كاملين، حيت بصح وليداتي دابا نوها اللي قاده مسكينه تصرف معايا ولكن ان شاء الله مازال الدور نتاع اشراف ونتاع ريم. الله يرضي على وليداتي ويرضي على وليداتكم، واللي عندها شي مهمتها تهلا فيها، حيت شي حاجه اللي زعما الام راه شي حاجه والله العظيم ما كندم على حتى نهار، ما كندم على حتى نهار. هزيت ولدي ولا هزيت بنتي وقلت انا زعما كاين هادو دياولي نهزهم كما كيقولوا ديك القطه نهز وليداتي بسناني. الله يرضي عليهم، الله يرضي على نوها بصح. المهم كثرت الرضا، ولكن بغيت نفكر بان بصح راه الوليدات الصالحين راه شي حاجه. قالت لك والو 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 ماما اللي غنشد لك لوطيل وغادي تمشي معايا لوطيل واحسن اوطيل غنجلسك فيه. ايوا الله يرضى عليها، هادشي اللي غادي نقول الله يرضى عليها. وعقبال وليداتي حتى هما وليداتكم يا ربي يسهلكم فيهم ويعطيكم ذريه صالحه يا ربي يا ربي، حيت راه كاين شي مره الدنيا ماشي كلها كتصدق. ماشي مشكل الراجل ما يصدق شيء، ولكن راه المشكل هو الوليدات ما يصدقوا شيء. اللهم لك الحمد يا ربي على وليداتي، يا ربي كنحمدك ونشكرك يا ربي على وليداتي. فجينا لهذا لوطيل سميتو ريو، حط لي نوها هنايا نوريكم. هكا تساريني كتقول لي شوفي الشومبره اللي بغيتي، هذو وراتني قالت لي هذو نتاع الفط، حيت نورمالمون لا شومبر نتاع جوج نتاع الناس، ولكن اشرف ما بغاش يجي معايا راكم عارفين دابا مع لي كونكور وداك الشيء ما بغاش شي. الوغ بقات لي الشومبره بوحديتي مرحبا بك شي وحده تكون نكون عزيزه عليها وبغات تجي تشارك معايا لا شومبر، اجي مرحبا بك. وحتى نتاع الباب كاينين جوج. المهم اوطيل اللي واعر نصور لكم، غنصور لكم لا شومبر حيت بصح واعره 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 بزاف. شوف انا عارفه الناس بزاف اللي متبعاني تبارك الله، والله اللي كنتفاجئ بالناس اللي متبعاني. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف، كنتفاجئ بواحد الناس اللي طبقه زوينه بزاف في عقلها في قلبها في كل شيء. كنتفاجئ بناس تبارك الله الناس الكبرانيه اللي متبعاني، زعما ما غاديش يكون هذا اللوطيل واعر عليكم. ولكن المهم نشارككم هي فرحتي انا على الاقل، هادشي اللي كاين عارفه بان تبارك الله كتمشيو اوطيلات حسن من هكايا وكتسافروا بلايص حسن من هكايا، ولكن انا بديك المحبه كما كتبغيوني حتى انا كنبغي نشارك معكم كل شيء. غادي ندير واحد الدوغ على هنايا على لا شومبر حيت بصح عجبتني بزاف، عجبني لوطيل عتي واعر واعر. غنصور هنايا ومن يكون هابط عاوتاني نصور لكم. خليكم معايا نشارك معكم ان شاء الله لوطيل كامل، ماشي لوطيل فرحتي وصافي هادشي اللي كاين. هذه هي الدخله نتاع الباب، كاينه هنايا تواليت حاشاكم، كاين هاد صال دو بان اللي هنايا واعر زوينه زوينه كلها لا شومبر حمقاتني.
حتى هنايا هادشي زوين هنايا، وهذه انا تحيه لكم. شنو راه مازال جايه زعما حيت كنا راه قلعنا مع 7 الصباح وصلنا زعما ما عرفتش والله دابا قلبت على ساعتي ما لقيتش شي في يدي حيت قبيلات. الوغ كاين هنا بلاكارات، وهذه هي لا شومبر، شي لا شومبر كبير. داكشي باش قلت لكم اللي متبعاني وعزيز عليها انا وكاينه في اكادير تجي مرحبا بها حيت خالصه لا شومبر خالصه. دونك هذه هي لا شومبر، شوف شحال كتحمق زوينه. وكاينه هنايا لا فيو على البحر اللي زوينه بزاف بزاف. شوف هاد البوله شحال حمقاتني، شحال زوينه شحال زوينه كلشي الصراحه زوين، كلشي عجبني. وهذا الشيء اللي كاين، والوريضات، شوف الوريضات الله يا ربي. هذا نحلها معاكم، الله خرجت انا. هاي هاي ها هاي هاي كتحل، نحلها عليكم. شوفي المفاجاه اش دار ليا. ها شكون دار هذه المفاجاه العجيبه؟ شكون اللي دار لك المفاجاه العجيبه؟ واش دارها لك مصطفى ولا طفرك اللي دارها لك؟ الله 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 والحطره. واش صار من ذاك الكلب؟ يبريك لي ولك انا عاوتاني يبريك لي ولك. اش صابوا لك؟ بقى فيك الحال. نحيوهم كاملين، هاكي واحد، هاكي، هاكي واحد قضى به الغرض. الله يا ربي. شي شحال زوين، عرفتي أنا كيجيبلي بحال كيخيني وكيجيبلي النعاس. فاش كنت في المحمدية كانت لابارتمون اللي كنت جالسة فيها أنا كانت على البحر، ودغيا كنت كنحس كنقول الله على راحه. هادشي باش بصح بزاف نتاع الناس اللي تيقول لك وديرها نديروا الملحه في الماء راها طاقه ايجابيه، والله الا لا عندهم الصح. شي بنتي كيطلع هاد الضفر. انا عاد مازال عاد نورمالمون زعما كندوشو ولا ما عرف شنو غنديروا، زعما كنهبطوا لتحت نوها بغات تعوم، نهبطوا لابيسين وشنو اخر ونتغداو وناكلو ومن بعد نمشيو نصابو شعرنا ونقادو. راه اليوم عندنا الحضره، اليوم كاينه مناسبه اللي قلت لكم العرس ان شاء الله. ايوا وهادشي خلاص، هادشي كيكون في لوطيلات، ولكن بصح عاتي راه كتحس بواحد سمع الجو نتاع البحر، الصوت نتاع البحر ماشي جو البحر كيتسمع من هنا. الله سعدو تاد الناس اللي كتعوم. وشوف راه حتى الجو، حتى الجو هنايا بارد، البروده زعما كما حسيتيش ديري لاكليم ولا شي حاجه باش تبردي، الجو غزال كيحمق. ومن هنايا غادي نقول لكم يا ربي تكونوا حتى نتوما كدوزوا وقيت زويوان وتكونوا فرحانين وناشطين، والله يحفظكم. هادشي اللي غادي نتمنى الله يحفظكم ويجيكم ليا، وخليكم معايا في التتمه نتاع الفيديو. هاد النهار غادي نكمل الفيديو معاكم، ندير الفيديو حتى القبض زعما كاين اللي غادي يهز الفيديو زعما باش ما يكونش ثقيل عليكم. وبغيت نقول من هنايا، من هنايا زعما ما عرفتش كاين شي ناس اللي خويبين 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 كما كيقولوا انصرفوا انصرفوا. كاين شي حد اللي كيجي يا ربي زعما نقدر نعرف زعما كاين هاد الناس اللي كيكونوا خايبين، نقدر نعرفهم لانهم بصح كيكونوا مراضين في راسهم، واخا تكوني عزلتي حياتك وعايشه مرتاحه وما مأديه حد وما وصلت حتى شي حد مازال كيحفروا فيك. فالله هذه ما خلق يتلهاو في راسهم ويديوها في راسهم، حيت راه كما كنقولوا السفينه غاده غاده بكم ولا بلا بكم. فالله يرحم بها الوالدين، ديوها في راسكم شي شويه، ما تتبعونيش ما تشوفونيش. راه حيت انا راه ما بغيتش كاع نسمع شي حاجه عليكم، حيت شي حاجه اللي بصح كتفكرني بشي حاجه اللي خايبه، شي حاجه اللي ما بقيتش باغا نعرفها. بغيت تبدل حياتي، بغيت نكون نتاع راسي ماشي ديال شي حد اللي مازال كيحفر فيك، مازال شي واحد كيمرضك في حياتك. فالله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. الا ما نيشان ديوها في راسكم، واخا كنكبر بديك الكلمه نتاع ديوها في راسكم زعما هي واحد، ونقول ديوها في راسكم، خليوكم في راسكم في حياتكم. راه ما عمرنا نعاود نرجع باللور، ابدا ابد ما نعاودش نرجع باللور.
نداو حياتنا. بصح واخا كنهضر هكايا راه ماشي مفقوصه، ولكن حرصا على باش ما نخرجش نهار ونخرج بشي شي فيديو اللي بصح غادي نخرج على السيطره ونعطيو نشاطي، حيت انا ماشي هكاك، انا بنت عائله اللي كنضرب وكنقيص وكنراعي وكنراعي بزاف نتاع الحوايج. ف الله يرحم بها الوالدين، خليوني كنحشم على عرضي وكنحشم على كل شيء وصافي. هذا الشيء اللي كاين في وجه شيء كيدوز شيء وصافي. دونك نرجع الناس الزوينين، سمحوا لي لا قلت هذا الكلام، حيت عارفه زعما ياكين الاغلبيه، ماشي الاغلبيه، فاللي كيتبعني كامل زوين كيبغيني باش كيقلب عليا ولا باش كيسقسي فيا، ولكن كاين زعما كاين شي حاجه اللي ما بغاوش يفهموا بانني صافي راه بديت حياتي كملت حياتي، لدرجه ان ولي فوكونت دخلوا جاتك المراهقه المتاخره جاتك، وانا كنعرف مول هاد الكلمه اللي كيقولها دائما المراهقه المتاخره. الحمد لله على كل حال، انا ماشي غادي نبقى نقول راسي انا مازال صغيره ولا مازال انا مقتنعه براسي، وليداتي كبروا، ولكن واخا هكاك مازال صغيره، ماشي مازال صغيره في عمر ولا شي حاجه، ولكن المهم مازال نقدر نعيش حياتي، مازال نقدر نسافر، مازال نقدر نخدم، مازال نقدر ندير بزاف الحاجات، ولكن بدون الناس الخايبين. فالله يرحم بها والدين، كبروا دماغكم شي شويه، كبروا دماغكم شويه، راني كنقولها وكنعاود راه كنكبر بكم، كبروا دماغكم شي شويه وخليوني انا كما كيقولوا انا في حالي، وسيروا في حالكم، الله يعاونكم الله يسهل عليكم، راه ما باغياش نشوف فيكم شي نهار خايب، حيت ربي راه كيدوز ولا كيمهل ولكن ما كيهملش، كيدوز واحد الشويه، وانا كنشوف العقاب في الدنيا، راه بدا بنادم كيتعاقب قدامي، الله يخرج عقيبتنا وعاقبتكم على خير. فالله يرحم بها والدين، ومره اخرى كنقول لكم سمحوا لي لا سمعتوا مني هذا الكلام، ما كنبغيش زعما كن بصح تشوفوني بشي شكل اللي خايب، وما كنبغيش زعما كنكون خايبه اصلا. هي بنادم كيبقى يحك عليك في اي فيديو ولا اي لايف ولا هذا في انستغرام ولا شي حاجه، جاتك المراهقه المتاخره، شي واحد كنقول لهم واقفه لكم هنا في الحق، ما تشوفونيش باش ما نضركم شيء وما تضروني شيء، كل كما كيقولوا كل اختار حياته وكل عايش كما بغى. فإلا كنا زعما ياكين إلا كنت كنبارطاجي ولا كندير اليوتيوب ولا شي حاجه كنديرو مع صحاباتي وحبابي والناس الزوينين فحالكم، ماشي مع الناس الخايبين. الناس الخايبين سيروا تكمشوا ديوا فراسكم، وسمحوا لي مره اخرى خليكم معايا ستيمن تاع الفيديو. وكنرجع لكم كما كتشوفوا معايا، لبست المايو ديالي البركيني ديالي، شوف بغيت نوري لكم زعما كنت واجهي بحال كسيوة، غنعاود نوري لكم ها هو. المهم جاي هكا، ما عرفتش كيفاش نصور الصراحه، هو جاي في اورانج، هكا راكم عارفيني كنحمق على الاورانج، جايب الكميمات بحال هكا وجاي طويول ومعاه السروال ديالو هكا في بلو مارين، غزال غزال غزال. المهم نخرج نعوم، ونعوم مرتاحه واليز وكل شيء، وعرفتي توبو شحال زوين. اللي غيسولني على هذا البوركيني، كنت الصراحه خديتو العام اللي فات، كنت خديتو من شي ان، دابا راكم عارفين شي ان في هذا المشكل نتاع التوصيل وهذا الشيء، داك الشيء علاش ما بقيناش كنقدروا كاع دقيقه الله، واحد دقيقه زعما كنسمحوا لي، جبت صندالتي البرودة حسيت برجلي بارده. فغادي نوها قالت لي لبسي مايوك، غادي مصطفى ما قدرش بغى ينعس بغى يرتاح شي شويه، انا هبطت نعوم، قلت لها لا غنلبس كسيوتي ونقص حدا، قالت لي لا هطيت عومي. ايوا المهم لبست كما كتشوفوا المايو، ولكن الصراحه زعما كاين تقدر اي سيده تلبس بحال هكايا وتعوم اليز مرتاحه، ما كاينش زعما كاين ما كاين حتى شي حاجه بحال خارجه بالكسيوتك، وعرفتي توبو خفيف خفيف غزال، كنت خديت واقيلا شي 250 درهم، توبو زوين فيه حتى البوني، فيه المايو نيت من التحت، وفيه هذا ما كيلصقش على اللحم، لاقب فيه وسيسعه من هنايا كيجي زعما بحال الفصاله نتاع لاغوب. ايوا هادشي اللي كاين، خليكم معايا نطلع بيسي. صورتك مي طالق ضفركني كنتي كتشكي، شوفي على المفاجاه. عرفتي دابا نوها فاش حلات الباب شنو قلتي ليا؟ الطريقه غادي ندير شنو قلت؟ من الطريقه اللي غديري زديتها هكا لبسي بوركيني بحالي وتهناي مع راسك. غادي ندير الفاصل ندير راسي مجروح. عرفتي كاع الناس اللي متبعينا ونصوروا الفيديو غادي يسحبوا مراه عارفين شنو دايره، يديرها بالعاني. انا هزه هكا هي جي حدايا، عرفتي حلات نوها الباب عليا شنو قالت لي؟ قالت لي لا فخيته شوف بغيت نخرج حطاره نجيب لها بيسي ديالك. يلا بنتي انا ما نضرش حال زوين الماء.
المنظر شحال زوين هنا في ديك الجاردان تما. بحال شي رياض ديك الفورمه نتاع بيبان داكشي تقليدي وبديش تقليدي. لا بارك. عرفتي شنو واحد المنظر عرفتي راه كلشي غير الكور كلشي كلشي تطواج كلشي راه بوحديتي انا اللي كما قالوا تريت الانظار انا بوحديتي اللي لابسه كمام كلشي محيد حوايجو كلشي كلشي تطواج عرفتي راه ما يمكنش البنات شحال دايرين تاع التطواج وهذوك داكشي التطواج اللي بالالوان صافي كنتسناو دابا ساندويتشات جبت انا هذا لي غوفر كريب داكشي وهكا تسنى يوجد لنا لي ساندويتش ناكلوهم ما عرف كيفاش ندير انا فهاد العمان هكا مع الشي كامل بنين انت خديتي فيه مطيش انا لا مصطفى هيا مصطفى طاح توعدتي راه مسكين فوقاش واش هاد الطريق راه ماشي سهله 8 ولا 9 ساعه نتاع الطريق ما حبش تبارك الله عليه صعيب هاد البلاصه ما لقيتش الباراسول ما لقيت البلايص الباراسول كلهم عامرين صحتي كوكا شنو كاين اخر شي جو دورانج ولا شي حاجه لا هي كوكا اللي كاينه ممكن نشرب لا لا صافي عطينا كوكا الشمس واه يعني ما ضربنا هي هذيك الله شو كنت برمزيتي عرفتي شنو لا عاوديها لا خرجنا من لهيه من لهيه من لهيه نوعا لا من لهيه انت السرا ما كاين تما تدخلا شدي هكا فين ما كان فين زين فين راه من تما ثانيه قالت لي شو داك الكاوري وليداتو كيخرجوني يتعشاو عاد شنو مره بلا احنا غنلبسو كاشطنا ونطن ولي نهبطو ليهم يا سلام انت بغيتي تقول شي واحد لقيتو في حالي لابس وحيده لقيتها في الماء صافي نسيتها سمحي لنا شي لابيسين كاين مغطي ما شفتوش لابيسين مغطي شي كان قطرو خصنا بعدا نشفنا بعدا صافي حبيبه بسلامه حبيبه ديالي الله يعاون سلمي على مولا دارك خليكم شويه
صافي لالا. الله نيشان 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 الحمام. ما نزيدش ما نزيدش هنايا حقاش باش من كمعرف من كرفش قططر فيا تنقطر. صافي هادشي اللي كاين. عندوش وندوش انا ونوها حيت مصطفى غادي يكون دواش ونعس وداك الشيء ونمشيو نتعشاو بعدايا كاين. هاد الباب شحال كتحمق شو على ديزاين شحال زاد. واو نتعشاو دابا نتعشاو بكري. صالون شحال كيحمق هنا شو شحال غزال. الله الله يا ربي شحال زين. الله على هوا يا ربي شحال زوين. زوينة هاد الكليسة هكا اللي دايرين فيها الطغاس زوينة. نوها حمقوني هاد التريات ديريهم ليا صافي حقق لي الاحلام ديالي كاملين. ولكن والله الا فنين شو شحال جاو غزالين. ماما كنمشي شي حاجه كنسهال فيها يا رب. الديكورات شحال زوين. انا دايرين في السقف حد بليطه كيجيو واعره.